التقرير وحتى الاقتراحات المقترحات المديرين الوادي هذا مقترح ان نديروا خزان تجميعي هذا حل منتهي يعني خلاص اعتبر يعني مشكلتي لبيتر ولا هذا مشكلتي هذا مشكلتي راهو بنك تاع هذاك مشكلتي خلاص هذا راهو احنا هذوك الزوز الناس تفرح لما تجي مطر واحنا راهو نباتوا برا والله من الناس تفهم كان ايش فدكتور يعني قصدي مهم جدا يعني حتى تو تبغوا تمشوا بسم الله الرحمن الرحيم. نصر محتوت طبعا الامين العام للمجلس الاعلى للاداره المحليه ورئيس اللجنه الوطنيه للطوارئ اللي شكلت الان حديثا نتيجه للتقلبات المناخيه اللي احنا نشوفه فيها الان في الثلاث شهور الاخيره للعام والتنبؤات الجويه اللي توحي ان فيه يعني تقلبات مناخيه. اليوم قمنا بزياره البارح كانت في مجموعه امطار كانت في جزء منها صبت من مدينة العربان تصب في الوادي اللي تصب في سد المجانين. شفنا الكاميرا اللي كانت فيها صار فيها نوع من الانفجار. وقفنا على مجموعة الأودي اللي في منطقة جنوب طرابلس كيف نقدر ندير حلول بشكل سريع لبعض المواضيع. مثلا نحن الآن في هذا الوادي وادي الربيع اللي صب ممكن في تجمعات سكانية في عين زارة في منطقة فترة فيه كيف نقدر ندير حلول يعني بشكل سريع في المرحلة الحالية. نشتغل في مسارين المسار يعني اللي زي ما قلت لك نقدر ندير حلول بشكل سريع الآن أنية وفيه المسار اللي بننقلوه بعدين في استراتيجية اللجنة بننقلوه رأس الوزراء الحلول اللي على المدى الطويل. معنا يعني المهندس من عضو اللجنة من مهندس مدير إدارة السدود معنا أعضاء اللجنة اللي هم من الشرطة الزراعية من طب الطوارئ والدعم الادارات اللي او الجهات اللي لها علاقه يعني شركه المياه وشركه خدمات النظافه طرابلس كلهم موجودين معنا. درنا زياره ميدانيه اليوم احنا يوم الجمعة درنا زيارة ميدانية للأودي هذي اللي في جنوب طرابلس اللي قد تأثر عليه المناطق اللي هي الشمال باتجاه البحر. فنحاول أن زي ما قلنا نوضع يعني بعض الحلول بشكل عاجل والأخرى ننقل توصياتنا لمجلس الوزراء. إحنا بحكم أن لجنة شكلت يعني من قرار من رئيس مجلس الوزراء بحيث أن تدرس المواضيع اللي ممكن تنحل بشكل عاجل تجنب أي كارثة أو أي خلل ممكن يصير. فاحنا موجودين يعني اجتماعاتنا 24 ساعة موجودين ونشكر الفريق الإعلامي الآن اللي ممكن بينقل صوتنا ونحب نطمن الأهالي والسكان في المناطق هي الموجودة الآن في قريبة من وادي الربيع أو سواء كانت الأودية اللي زرناها يعني البرغوتية والأودية كل اللي زرناها نحب نطمن الأهالي والسكان يعني إذا كان مثلا عندنا بعض الحلول يعني بشكل عاجل وياخذوا ايضا هم ما يستهينوش ياخذوا الحيطه ولا الحذر ايضا. شكرا بارك الله فيكم.